أريد أوضح قضية مهمة. خديجة بنت خويلد لم يتزوجها أحد قط بضرس قاطع، وهذا البحث أخذ من عندي سنين مو أيام، سنين متواصلة. لا يصمد قول أن خديجة تزوجت أحدا قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك لأمرين. للوقت مو وقتنا هذا، يعني احنا مو بحثنا زواجها، لا. الأمر الأول، ذكروا شخصيتين تزوجت خديجة، هؤلاء أو هذان الشخصان مختلف في أسمائهم، يعني لم نجد اتفاقا من المؤرخين على تسمية هذين الرجلين. حينما راح شوية أتحكى حكي مو هناك ولا هناك، الآن كراوي شهير ينقلون عن المسلمين، هل تعلمون أن له 80 اسم؟ 80 اسم. أيضا هي هذه شخصية جدلية، شخصية لها 80 اسم. منو هذا؟ شنو تاريخه؟ منين إجا؟ من أي أسرة ينتمي؟ في أي بيئة عاش؟ في أي مناخ؟ تتلمذ على يد من؟ عاش مع من؟ ذني فلان وفلان عتيق وكذا وأبو هالة وما شابه ذلك، 1000 اسم موجود، تقرأ كل تاريخ يذكر لك اسم. هاي واحد. نفس القضية أيضا التاريخ، حينما يذكر خديجة عليها آلاف التحية والسلام يقول خطبها أسياد قريش فرفضت الزواج منهم، ومن الذين تقدموا إليها أبو جهل، تقدم إليها أبو سفيان، تقدم إليها عقبة بن أبي معيط، تقدم إليها فلان، يعني كل أسياد قريش أكثرهم تقدموا للزواج من خديجة، وهي كانت ترفض الزواج منهم. وبعد ذلك تقول تزوجت 2 من يا عشيرة إجوا، من يا طريق، من يا شارع، أنا ما أعرفهم دولة. هي هنا ترفض وهناك تتزوج، هذه ازدواجية شنو؟ في النقل.